السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد تشيز كيك كيجي رائع، فيه بزاف ديال النكهات، سهل كما غادي تشاهدوه. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. كيف كنتمنى اللي اول مرة كيشاهد القناة يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بجديد الوصفات. بسم الله وعلى بركة الله غادي نبداو. هنا عندي 250 غرام ديال البسكوي. بالنسبة للبسكوي استعملوا اي نوع متوفر عندكم. هنا انا غادي ندقو معكم في هذا المهراز كيف كنقولوا ليه. المهم نتوما ممكن ديروه في الهشوار اسهل، اولا تدقوا هكا في بلاستيكه وتهرسوا غير بالكاس. المهم انا ما يعني هاد الشيز كيك واخا يعني ما طحنوش بزاف، انا كيعجبني يبقاو فيه دوك الطريفات ما يجيش كله مطحون. المهم انا غير بهذه الطريقه، يعني راه كيدي واحد 3 دقائق ولا 4 راه دغيا كيتهرس، وبالخصوص هاد النوع يعني كيكون هشيش. صافي غادي نستمر حتى نطحن الكميه ديالي كامله. هنا بالنسبه ل 250 غرام غادي ندير لها 125 غرام ديال الزبده، والزبده تكون من اصل حيواني، تكون زبده يعني مزيانه اللي المذاق ديالها زوين باش كتعطيكم الطبقه التحتانيه حتى هي يعني المذاق ديالها زوين. ما تستعملوش زبده مارغرين ولا زبده البوطا حيت فيها واحد الريحه مجهده. هنايا كما كتشوف غادي نخلطها مزيان بهذا الشكل. وبالنسبه الى طحنتوه في الهشوار ممكن ديروا معاه الزبده في التالي وطحنوا كل شيء. هنايا المول استعملت المول ديال 27 سنتيم في 27 سنتيم باش جاتنا بهذا السمك اللي غادي تشوفوا في الاخير. صافي هنايا انا سرحتها وحاولت نضغط عليها، وكما شفتوا المول راه درت ليه ورق الطبخ لاني غادي نحيدو. الا نتوما غادي ديروها غير ما غاديش تحيدوها من المول، ممكن ديروها مباشرة وتقطعوها في المول نيت. صافي هنا درت الطبقة الأولى في الثلاجة. صافي غادي ندوز ندير الطبقة الثانية. هنا غادي ندير هذا أربعة العلب ديال ياغورت طبيعي دانون مسوس كيف كنقولو، أو ما يعادل يعني واحد كل واحد فيه 110 بحال قول تقريبا 500 غرام. هنا درت معاهم نص كاس ديال السكر حبيبات، ممكن ديروا السكر يعني سكر ثقيل او سكر كلاصي. درت واحد نص معلقه ديال الفانيلا، انا كنضيف وانا كنخلط. هنا غادي ندير جوج كيسان ديال حليب بودره، حليب المجفف. صافي وغادي نخلطو مزيان. كل ما غادي تشوف غادي نحصلوا على واحد الكريمه اللي هي ثقيله شي شويه. المهم هاد الطبقه راه كتجي بديله لجبن الماسكاربون او لاي نوع ديال الاجبان اخرى. صافي هنا عندي معلقه كبيره ديال الماء بارد، غندير معاه تقريبا معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان. صافي غادي نخلطها ندوبها وغادي نضيفها عليها. صافي وغادي نمزج كلشي وغتكون الطبقه الثانيه واجده عندنا. وهاد المزيج ديال الياغورت مع المذاق ديال القهوه مع المذاق مع النكهه ديال الفانيلا راه كيجي زوين بزاف. صافي هنا غادي ناخذ المول والطبقه الاولى ديال البسكوي، غادي نخوي عليها الطبقه الثانيه وغادي ندخلوها الفران. درجه الحراره تكون ناقصه ما تجهدوش، وتكون غير من الفوق، وتكون كما قلت لكم درجه الحراره ناقصه مزيان، ما يتحمرش لينا ولا يدير لنا القشره، غير كينشف مزيان. المهم كياخذ واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه على حساب. المهم الفران نقصوا عليه. صافي غادي تقيسوا بصبعكم هكا غادي تلقاو الطبقه يعني ناشفه. صافي غادي تخرجوه وندوزوا للمرحله الثانيه. هنايا غادي ندير كاس ونص ديال الحليب، وغادي ندير واحد الفلون. هنا درت نكهه ديال الكراميل. ممكن ديرو ديال الفاني، ممكن ديرو حتى ديال الشوكولا. وهنايا درت 3 المعالق كبار ديال السكر. و
وغادي نضيف هنا واحد المعلقه كبيره ديال النشا ومايزينا ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، وغادي نخلط مزيان وغادي نديرهم فوق نار اللي هي مهيله مع التحريك حتى يعقد لنا الخليط شي شويه ويغلى مزيان. وهذا هو الشكل ديالو كما كتشوف، راه ما كيجيش ثقيل لان درنا غير معلقه ديال النشا، ولكن داك الفلون من بعد راه غادي يدير الخدمه ديالو، غادي يجمع لينا الخليط. وهنا غادي ندير معلقه ديال الزبده وغادي نزيد 80 غرام ديال الشكلاط. هنا درت الشكلاط اسود، صافي غادي نخلط مزيان حتى غادي يذوب لينا. صافي كنحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل، كما كتشوفوا اللون ديالو راه ما كيبانش مزيان، راه تيجي بني اللي هو ماشي غامق بزاف. هانتوما هذا هو اللون ديالو، الكاميرا ما كيبانش فيها مزيان. صافي هذه هي الطبقه اللي كما قلت لكم، هانتوما كما كتشوفوها راه ناشفه. صافي غادي نخوي الخليط وغادي نحاول نسرحه بشكل متساوي. فوق الخليط الاول وهنا تحاولوا تسرعوا باش ما يجمدش لينا. صافي وغادي ندخلوا الثلاجه بين ما وجدنا الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. هنا كما كتشوفوا راه ضربت به باش يلصقوا لنا الطبقات على بعضياتهم وما يكونوش الفراغات. صافي ونظفت الجناب كما كتشوفوا باش من بعد يبانوا لنا الطبقات مزيان. صافي غادي ندوزو هنايا بالنسبه للطبقه الثالثه، غادي ندير واحد الكاس ديال العنبه ديال الكريمه، ودرت جوج معالق ديال السكر، وهنا غادي ندير مع واحد المعلقه ديال البراليني. ممكن تعوضوها بزبيب كريمه اللوتس ولا الكراميل نسلي كراميل ولا اي كراميل عندكم. صافي غادي ندير هنايا هاد المعلقه صغيره ديال الفاني. صافي غادي نطلع كل شيء بالطراب الكهربائي، وهذا هو الشكل ديالها. المهم طربتها شي 10 دقائق على السرعه اللي هي عاليه، مش ضروري خصنا نحصلوا على هاد الكثافه، يعني تكون واحد الكريمه اللي هي شاده. كيف ما ممكن تعملوا ديروا الشونتيي، كريمه الشونتيي غادي ديروا علبه وديروا معها غير نص كاس ديال الكريمه وطربوها مزيان مع نفس المقادير اللي عطيتكم، وغادي تحصلوا على كريمه بهذا الشكل. بالنسبه هنايا الكريمه راه درت غير الكريمه اللي كتباع بالعبار، راه كتكون ما فيهاش السكر، داكشي علاش زدت السكر. الا درتوا الكريمه اللي فيها السكر ما تزيدوش، اللي كتكون حلوه ما تزيدوش السكر. صافي هنايا غادي نقادها نحاول نملسها بهذا الشكل، حيت من بعد غادي نزيد عليه واحد الطبقه ديال الكاناش اللي هي رقيقه باش يبان لينا الشكل ديالها هكا املس. صافي هنايا درت نص كاس ديال الكريمه وزدت عليه هنايا 80 غرام ديال الشكلاط. المهم ديروا 40 غرام ديال الكريمه و80 غرام ديال الشكلاط، كنديروا الكميه اللي درنا ديال الشكلاط كنديروا نص ديالها ديال الكريمه. هنايا راه درت الكريمه حتى سخنات وغلات. صافي زدت عليها الشكلاط، هانتوما حركتها مزيان كنحصلوا على واحد الكاناش اللي هو لامع. وهنا بالنسبه راه استعملت الشكلاط بالحليب. صافي غادي نبسطها بهذا الشكل نسرحها. صافي غادي ندخلها للثلاجه. هذا التشيز كيك كما قلت لكم خصو يبرد مزيان، يعني تخليوه ليله كامله اولا مهم تخليه واحد 6 السوايع، مهم ان الطبقات كلهم يبردوا ويشدوا بعضياتهم مزيان.
وهذا هو الشكل ديالها بعد ما بردات. صافي انا هنايا غادي ندير هاد سباتول نحيد بها الجناب. وهنا من الافضل الى عندكم داك البلاستيك يدار في الجناب باش كيبقاو الطبقات يعني باينين مزيان. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. يعني قديتها صافي. وغادي ندوز باش نحيدها من هذاك. علاش قلت لكم درت داك ورق الطبخ؟ ها هي راه بسهوله كتهبط. صافي هنا غادي ندير هاد الشكلاط. غادي ندير شي شويه الوسط. صافي التزيين راه كيبقى اختياري، تزينوا بالمتوفر عندكم كيف ما ممكن ترشوا على شي شويه ديال الكاكاو فقط من الفوق. انا هنا زينت بهذاك البسكوي والفريز. صافي بهذا الشكلاط غادي ندير واحد ندورو في الجناب نفس الشكلاط اللي درت الوسط بهذا الشكل. صافي وهذا هو الشكل ديالها. وهنا غادي نوريكم كيفاش جات من الداخل. هذا هو الشكل ديالها وشوفوا الطبقات كيف كيجيو والمذاقات اللي هي مختلفه ومتوالمه في نفس الوقت، تيجي رائعه. نتمنى انكم قبل ما تخرجوا من الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، ديروا واحد لايك باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، وخليو شي تعليق. والى وصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله وحفظه. السلام عليكم.